أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 84 من أصل 99 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية على قطاعي الوقود والطاقة. وقال وزير الطاقة الأوكراني إن القصف استهدف 10 مناطق ملحقا ضررا بمحطات طاقة ومنازل، كما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. من جانبه أعلن رئيس الإدارة العسكرية في لفيف أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 مسيرة روسية، بينما أخفقت باعتراض صاروخين من طراز كينجان. من كييف ينضم إلينا مراسل العرب إياد استتي. إياد، ضعنا في جديد التطورات الميدانية. نعم رويدة، فعليا هجوم روسي مجددا يستهدف عدة مناطق في أوكرانيا، تحديدا في وسط وغربي البلاد. هذا الهجوم كان يستهدف الليلة الماضية منشآت الطاقة ومرافق البناء التحتية المرتبطة بها في هذه المناطق، تحديدا في منطقة تشيركاسي كان هناك استهدافا لمنشأة للطاقة بحسب الإدارة العسكرية في هذه المنطقة. ملحقا هذا القصف وهذا الهجوم أضرارا جسيمة بهذه المنشأة. أيضا هناك كان استهداف لخمسة مواقع لمنشآت الطاقة مختلفة في مقاطعة دنيبروبتروفسك بحسب الإدارة العسكرية هناك. هذا القصف في هذه المنطقة أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح. أيضا في مناطق أخرى غربي البلاد، نتحدث عن مقاطعة الفيف ومقاطعة إيفانا فرانكيفسك هناك، حيث أيضا كان هناك هجوما بالمسيرات والصواريخ استهدف منشأتين للطاقة في هذه في هاتين المقاطعتين. أيضا تحدث البيان القوات الجوية الأوكرانية كان قد تحدث عن أن كانت حلقت في الأجواء الأوكرانية 99 هدفا في هذه في مختلف المناطق الأوكرانية خلال الليلة الماضية. القوات أو الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط عشرات المسيرات، 58 مسيرة من أصل 60 مسيرة روسية، وأيضا تمكن من إسقاط 26 صاروخا من مختلف الأنواع من أصل 39. هذا فيما تعلق بالضربات الصاروخية. الشركة المشغلة والمسؤولة عن توزيع وإنتاج الكهرباء وتشغيل هذه المحطات هي ذكرت بأن ثلاث محطات حرارية كانت قد استهدفت خلال الليلة الماضية جراء هذا الهجوم الروسي، وكانت يعني وقالت بأنها قد أصيبت بأضرار جسيمة، وأن الفرق الفنية في هذه الشركة تعمل الآن على دراسة وتقييم هذه الأضرار عقب هذا الهجوم. وزير الطاقة الأوكراني أيضا كان قد تحدث عن أن يعني المنشآت الطاقة في ثلاث مقاطعات هي بلتابا ودنيبروبيتروفسك يعني كانت قد تعرضت لأضرار بالغة جراء هذا الهجوم. في دنيبروبيتروفسك شركة الطاقة الكهربائية أو شركة تشغيل الكهرباء في هذه المنطقة كانت أعلنت اليوم عن تفعيل جداول التناوب أو التشغيل الطارئ للتيار الكهربائي في هذه المناطق، حيث أن يعني انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من البلدات والقرى في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. إلى جانب ذلك يعني كان في مدينة خاركيف كان قد تعرضت أيضا سابقا في وقت سابق لهجمات، ولا يزال فيها قطاع الطاقة يعاني جراء هذه الهجمات. ميدانية على عجالة رويدة، الجيش الأوكراني كان قد صد نحو 60 هجوما للقوات الروسية في مختلف محاور القتال. المحوران الأساسيان خلال الساعات الماضية اللذان كانا قد تعرضا لهجمات روسية هما محور بخموت ومحور نوفا بافليفكا. في بخموت لا تزال المعارك دائرة على مشارف قرية تشاسيفيار، هذه القرية التي تبعد عن مدينة بخموت نحو 20 كيلومترا في هذه المنطقة. أيضا الجيش الأوكراني كان قد أعلن أنه صد عدة أو عشرات الهجمات خلال الساعات الماضية في مختلف محاور القتال. إياد ستية مراسل عربي من كييف.